الرول الاولى بدنا اف بروجكت فاندنج. هلا في عندنا بكل رول راح يكون في شيء اسمه الانتيسيدنت. الانتيسيدنت اللي هو الاف بارت، وهذا طبعا راح يكون في الكريسب لوجيك راح يكون زيرو ترو او فولس، مش هيك؟ في الفازي لوجيك راح يكون له ديجريز اوف ترونس او ديجريز اوف فولسود. انتيسيدنت بعدين عندنا اللي بنسميه هون الكونسيكونت. فعندنا رول واحد if project funding is adequate. صح، ما قلنا if project funding is 50 ولا قلنا if project funding is 60، عم نقول if project funding is adequate or project staffing small then risk is low. في عندنا operator هون، بدنا نشوف الاوبريتر هذا كيف بيشتغل. احنا الاور بنعرف كيف بيشتغل في الكريسب، مش هيك؟ شو بيشتغل الاور في الكريسب؟ ايش بيعرفه؟ شو كنا نستعمل باللوجيك حتى نعرف شو اسمها هاي؟ تروث تيبل. مش كان عندكم تروث تيبل؟ مش كنا نعرف التروث تيبل؟ والتروث تيبل ما كان عمركم شفتوا في التروث تيبل بوينت 2 او بوينت 3 لما درستوه باللوجيك شو كان يكون فيها دائما؟ 1 و 0. فكانت كريسب هناك. هلا هون الاور بدها تصير تعمل اوبريشن على فازي فاريبلز، رح نشوف كيف بتصير مور اكثر منها probability اكثر منها ترو او فولس. اذا عمالنا بنقول اذا البروجكت فاندنج ادكويت او البروجكت ستافينج سمول ذن ريسك از لو. هي اول رول. الرول الثاني اذا بروجكت فاندنج از مارجنال. هاي طريقة التعبير عن الرولز بنسميها فيربوس. لما تروحوا على الماتلاب راح تشوفوا في اكثر من طريقه للتعبير عن الرولز. احد الطرق هي بنسميها فيربوس. فيربوس يعني بكلام، بنحكيها بكلامنا. if project يعني واضح هون انه كل شيء كويس هون، مش هيك؟ عم نقول البروجكت فاندنج ادكويت. ادكويت اللي هي احسن نوع مش مارجنال. عفوا هون بروجكت ادكويت. الادكويت البروجكت موجود بس حتى لو ستافينج سمول الريسك لو هذه اخذناها من الاكسبرت. هلا بنقول البروجكت فاندنج از مارجنال. مارجنال يعني متوسط. اند بروجكت ستافينج از لارج. اند بروجكت ستافينج از لارج. then risk is normal. انت بتقول لازم تكون اور. المفروض هاي يعني الريسك مش المفروض هيك. هلا هون متوسط. بس الستافينج هذا متوسط. لا الستافينج لارج كويس. مش هيك عندي ستاف. لا لا انت عمالك بتفكر انه ستاف كل ما كتروا رح يضيعوا لي المصاري. بالضبط. لا احنا بنقول انه الستافينج كل ما كتروا عمالهم بيساهموا في نجاح المشروع. اوكي. إذا عم نقول إذا هدول هذا مارجنال، لاحظوا هذه كانت اور، هلا هذه بتعتمد على تفكير بتفكير الاكسبرت. بس هون عماله بقول إنه هدول التنين مع بعض، لما كانوا هدول التنين مع بعض، بروجكت فاندنج مارجنال وبروجكت ستافينج لارج. لكن هون لما كان ادكويت يعني الفاندنج كأنه بذهن الاكسبرت أقوى من الستافينج، لأنه إذا معي فاندنج بجيب ستاف. بس هذا كله بيعتمد على طريقة التفكير. أصعب شيء إنك تطلع الرولز هاي من ذهن الإكسبرت، ما بيعرف مرات هو يكتبها. روح على إكسبرت واحكي معاه، مش بهالسهولة بيجي بقول لك هاي الرول هاي الرول، عمره ما كتبها، عمره بحياته ما كتبها، صار له بيشتغل يمكن 20 سنة 25 سنة، عمره ما قعد وكتب الرولز هاي. ولذلك من أصعب الأشياء في الفزي بالارتفيشال انتليجنس كلها بشكل عام، إنك تطلع المعلومات هاي، تنزل معلومات وتجيبها، خصوصاً في الإكسبرتس. بده يقعد الكمبيوتر إكسبرت. يعني مين الكمبيوتر اكسبرت؟ يعني الشخص اللي بيعرف بيفهم بالفازي لوجيك وبيعرف يعمل بروجرامينج، مع مين بده يقعد؟ بسموه مع الدومين اكسبرت. الدومين يعني المجال، الشخص اللي خبير في هذا المجال اللي هو مثلا البيلدينج كونستراكشن او البيلدينج مانجمنت او الكونستراكشن مانجمنت. لو كان هذا كونستراكشن مانجر صار له خبره عنده 20 سنه مثلا في اداره المشاريع،
عنده خبره هائله بس ما عمره عاد كتبها. شو بده يحاول يعمل؟ كمبيوتر اكسبرت، بده يقعد مع الدومين اكسبرت ويحاول يطلع منه المعلومات، وهذه مش عمليه سهله حتى يطلع منه المعلومات ويحطها بهذا الشكل الواضح اللي مكتوب هون بشكل واضح. اذا هي الرول الثانيه عندنا هون. هلا الرول الثالثه، الرول الثالثة هون خلص ما حكاش عن الستافين، ما ذكر الستافين، ذكر مباشرة البروجكت فاندنج. قال if project funding is inadequate، فكر بالستافين؟ لا. قال خلص شوف هذا، إذا البروجكت فاندنج تبعك ما فيش فاندنج ما بتقدرش تعمل إشي، ما ذكر حتى الستافين. إيش قال then؟ risk is high. Okay؟ which makes sense. لأنه يعني أحيانا أنت بإمكانك تعوض على الستافينج، إذا عندك مصاري تجيب ستاف جديد تدربهم، هذا بتجيب ستاف يعني كويسين وقويين جدا وبتدفع لهم زيادة. لكن عادة إذا هو هون برأيه، برأي الخبير، إذا عندي بروجكت فاندنج inadequate معناها في عندنا مشكلة، ما حطش لا أند ولا حط أور منهم. أوكي، إذا هدول هم الرولز الثلاثة رح نعملهم فارينج، ما رح نعملهم فارينج بكريسب لوجيك، رح نعملهم فارينج بفازي لوجيك. أوكي.